كنا نتحدث عن الفترة اللي كان بها الفريق سلطان هاشم، هو وزير دفاع وانت السكرتير. نعم. من المواقف الأخرى أذكر أنه هو يعني في يوم من الأيام تمرض أو صارت عنده مشكلة بالدمار. نعم. هذا صحيح الكلام؟ نعم. حقيقة لاحظنا عليه أنه بدأ يعني تركيزه قليل، بدأ ينسى، فرأسا نقل إلى مستشفى ابن سينا، تم إجراء الفحوصات. يعني المعلومة صحيحة 100%، وصار عنده حرارة، فيفر. إيش عنده؟ حرارة صارت عنده يعني ومو طبيعية، وإضافة إلى يعني الدكتور أذكر عبد سعد الوتري المستشفى جاب له ورقة وقال قال ارسم لي خط مستقيم، ما يقدر يعني. فرأسا دخلوه سي تي سكان، ابن أشرف عليه ابن سي تي سكان الله يسلمه، اللي هو مكي حمادي أظن هسه بالإمارات، من أطباء الأشعة المميزين. أنا واقف يمه فلقى هيك قطعة، يعني قال لي سبوت، قال لي هذا برين أبسس، يعني جراحة بالدماغ صاير عنده، أظن التهاب أحد، طبعا هذا أطباء يعرفوا، يمكن مرات السن إذا يصير التهاب وبي أبسس جراحة يضرب الدماغ أو يعني. فرجعنا للغرفة وأنا قاعد يمه، طبعا ولده واخوته اخوه فواز يروحون يجون، بس ذاك الظهر انا قاعد، وانه الرئيس يجي للغرفه لابس ذكر يعني لباس عربي وغطرة زي عربي، اديت له تحيه تعقيد الكل، قال لي ابني ما عندنا مجال هسه يطلع الاردن فورا لك حكوا وياه. اي وياه، قال له يطلع ويا سعد الوتري ويطلع ويا عبد المطلب الشيخلي، دكتور عبد المطلب الشيخلي، والصبح باكر يصل الطاقم الفرنسي لاجراء العمليه في مدينة الحسين. فإذا أنا سعد في عمان، عمان طلعنا بالسيارات، فطاقم فرنسي الصبح يوصل ثاني يوم إلى عمان، وأيضا كادر أردني موجود بمدينة الحسين طبية، ودكتور عبد المطلب الله يحفظه وسعد الوتري الله يسلمه وياهم. فعلا راحوا وعلاجات وإعادة فحوصات، قرر فريق سلطان، فريق الفرنسي وصل والطاقم الأردني موجود، فريق سلطان قال سعد الوتري الطبيب العراقي يسوي العمليه. والحمد لله ثاني يوم احنا حقيقه وصلناه يعني الى بعد الفلوجه بالسيارات، راحوا مو بالطائره، يعني العصريه 4:30 5 راحوا يا ابنه واخوه. الصبح جيت للدائره يعني مو بالتوقيتات العاديه، يعني 9، فامين سرعام كان فريق الركن الله يحفظه حازم عبد الرزاق شاب الايوبي، قال لي وليد صدر امر وكالة فريق شنشر وزير الدفاع، الفريق عبد الجبار شنشر. قلت له اهلا وسهلا بي، قال لي سبع شوي يجي، واحد من رموز العراق. فالضباط بعض الضباط المكتب قالوا لي وليد دخلك هذا الشيء، من يشتغل وياه مو سهل. هو مو سهل، قلت لهم بالعكس هذا شرف لي اشتغل وياه، وفعلا بقيت وياه 11 شهر. من اللطائف اول يوم داوم استقبلناه بحدود 11 وشويه، انا وميسر عام عرفت نفسي انا شت عقيد الكل. الأبي سرعام راح وأنا دخلت وياه الغرفة مالته، المراسل فتح الباب الميز المكتب ماله، فريق سلطان الله يرحمه حاط قسم بعض المدراء في مكاتبهم يضع بالأرض يعني الكرسي المتحرك على مثلا فت قطعة من خشب أو لسهولة الحركة، شنش الله يرحمه ضخم، فجر الكرسي هالشكل وذاب نفسه كان ينقلب أول لحظة، وأباو علي بلقى هو تقيل رأسا أنا شلته الله يرحمه، وقعدت على الميز على الكرسي على الميز، قال لي أشلو بي هذه فريق سلطان، قلت له والله سيدين شيلها فورا، مع أنه سلطان هاشم أيضا كان بدين هو شنو الله يرحمه، هو بدين مدب نفسه بقوة بالضبط، ثقل انقلب انقلب عكسي، قال أشيلوها هسه. فظل حوالي 11 شهر، طبعا كان أيضا حريص على يعني عنده في النزاهة مو طبيعية، أتذكر مرة من المرات هاي مهمة حتى نشوف الغير شلون يتصرف بأموال الدولة، تأخر بالدوام ظل بالي، أمي سرعام قال لي ولي شنو سالفة، بس لا مريض، خابرته للبيت طلع زوجته، قلت له سيد وزير، قلت له سيدي الحمد لله على سلامتك ظل بالي، قال سيارة عطلت، هو كان وزير دولة شؤون عسكرية اي تمام. قلت له سيدي غير خابرت زك سيارة، فعلا دزيت السيارة اجى قعد، انا واقف يمه من اجى
وأمين سرعان يمينه فريق حازم. قال له سيدي خلي السائق يجيني حتى دز المعمل تصليح العجاج يصلحها. نزع مناظره الله عليه. قال له بقى شلون صلحها وهي تابعه للوزاره غير وزاره الدفاع؟ تصور هي لمن تابعه السياره؟ وزاره الدوله للشؤون العسكريه. رفض. نعم نعم. رفض ان تصلح وهو رسميا وزير دفاع بمرسوم جمهوري خلال فترة وجوده، وما حد يحاسبه ولا ورفض ولا هي سيارته الشخصية. ورفض يعني ورفض ورفض. قال ما تابعة لوزارة الدفاع، شلون تصلح بوزارة الدفاع؟ يعني وزارتها تصلحها، وزارتها تصلحها. يعني احنا بنلاحظ استغلال المال العام بأي مستوى وصل في ظروف الكثيرة. فكان نزيه وكان أيضا دقيق. أيضا مرة صدر التوجيه إذا تذكر أنه الخطوط الجوية العراقية تنقل الحجاج، صبغوا طيارات اليوشن مع النقل بخطوط الجوية العراقية، وأيضا غيروا بعضها للحمل كراسي. فقيادة القوة الجوية أكملت الدراسة أنه إحنا هيئنا هلقة طائرة تقدر تقوم بهلقة رحلة تستطيع نقل كذا عدد حجاج. فأجت الدراسة دز علي قال لي وليد إحنا عندنا ضابط ارتباط مع القصر. قلت له طبعا سيدي عندنا عامر سيادة انضباط رائد نسيت اسمه الله على كل. قلت له عامر سيادة انضباط موجود رائد أسد زعلية وهو يودي البريد. قال لي زين الرائد اكو سجل ذمه؟ قلت له طبعا. خابرت الرائد قلت له تعال. قال نعم سيدي. قال سيدي هذا بريد ذمه استلم منه انا يوقعون اوقع بالاستلام ومن اسلم اوقع. قال له تعال وقع قدامي استلمت البريد. يقول للرائد وقع زين وقع ابو ليث نسيت اسمه وقع البريد راح 2:30 3:30 4:15 قاعد الوزير بالدائره. خبرني من سرعان فريق حازم قال لي وليد شو بالدائره قاعد؟ قلت له والله لا ما يجوز عنده شغل التزام. رحت عليه قلت له سيدي قال ده انت طلب البريد اشوفه وقعوا له. قلت له سيدي انا اشوف البريد وخافك سيدي والله وقعوا له القصر واستلموا البريد. فكان يعني بنفسه حريص جدا يعني فوق التصور يعني هذه الامور فعلا. يعني الله يرحمه.